شيفروليه كروز عربية كل صيانتها في التوكيل، بتنزل معانا بمحرك 1600 سي سي، كمان العربية اللي معانا موديل 2016. حالة الشكل الخارجي في العربية زي ما واضح امام حضراتكم بيدل ان هو فعلا بدون جرام بوهية، وحقيقي العربية اللي معانا بدون جرام بوهية. كمان العربية اللي معانا هي اعلى فئة هايلاين، بتنزل 2 ايرباكس ونظام فرامل اي بي اس، بتنزل جان سبور زي ما احنا شايفين كل حاجة كده في العربية. العربية ما شاء الله ولا كلمة ولا غلطة ولا ملحوظة. فرش استوفة، سنتر وباور وتكييف واربع ازاز كهرباء. كمان العربية فيها تحكم طرى كامل، فيها نظام فرامل اي بي اس، فيها اشارات مراية. هوضح بس لحضراتكم حالة الكاوتش والجنط، وخليني اقول لكم يعني حالة الكاوتش نسبة 75-80% زي ما وضحت. اربع ازاز كهرباء سنتر لوك، مراية كهرباء، تحكم طرى، شاشة وكاميرا، وكاسة اندرويد، يعني حقيقي شكله مميز جدا في تابلو العربية. هو طبعا صاحب العربية كان مركب لها يعني زي ما احنا شايفين كده. تكييف ثلاجة. العربية ما شاء الله ماشية 77,000 كيلو على العداد. مرور القاهرة، فيها رخصة 11 شهر وفيها توكيل واحد. والسعر هو المعرض بيتكلم معانا لحد 265,000. العربية اللي معايا بعد كده هيونداي الانترا سي ان 7، العربية موديل 2021، 1600 سي، والحالة بدون جرام بوهية. زي ما احنا شايفين كده العربية مش بدون جرام بوهية بس يا جماعة، ده كمان العربية بدون خربوش. العربية حالتها ما شاء الله الله أكبر، مفيش غلطة فيها، وكلنا هنتفق على الحالة. ولكن بالنسبة للسعر لابد ان احنا نتفاوض على قد ما نقدر مع المعرض، والمعرض ما عندوش مشكلة في الكلام ده. هنا حالة العربية بشكل كامل. العربية اللي معانا نازلة الفئة التالتة، والفئة التالتة اللي معانا بتنزل بمعايير أمان 2 ايرباجز ونظام فرامل اي بي اس ووسائل ترفيهيه زي ما احنا شايفين كده. جان سبور راكب العربيه ب 25,000 جنيه. هنا كده حاله الصالون، في كسوه جلد على الكراسي، في اشارات مرايه. هنا كده حاله الجنط وحاله الكاوتش، يعني ما شاء الله حاله ممتازه جدا. العربيه فيها سنتر وباور وتكييف ومرايات ضم واربع ازاز كهرباء، تحكم طرى كامل، مثبت ومحدد سرعه، نظام فرامل زي ما وضحت اي بي اس، شاشه وكاميرا، حالة التابلو، في كيس اوتوماتيك، مكيف ثلاجة. العربية ماشية على العداد يعني يعتبر 36,000 كيلو. العربية فيها فوج لايت زي ما وضحت، فيها كسوة جلد، فيها اشارات مراية، شاشة وكاميرا، في كيس اوتوماتيك ومكيف ثلاجة. مرور القاهرة، فيها رخصة 11 شهر وفيها توكيل واحد. والسعر هو المعرض بيتكلم لحد حالات كده من اللي ما بتقابلناش في سوق السيارات كتير، ونقدر نقول عربيات بالكرتونه. ومعنى كلمه بالكرتونه ان العربيه فابريكا بالكامل. تويوتا هارس موديل 2008، العربيه فابريكا بالكامل، وزي ما احنا شايفين كده مقاس الدهان ما شاء الله. العربيه نقدر نقول بدون جرام بوهيه، وصاحبها بيقول لك افحص يا رب تفحص في التوكيل. العربيه مع المالك من الزيرو، مش كده وبس، ده صيانات توكيل زي ما وضحت لحضراتكم. العربيه دي دايما يا جماعه بتكون التجار حابه تشتريها، لان بيكون فيها لقمه عيش. ومعنى كلمه لقمه عيش ان العربية بتتاخد تاخد سحق كده وتلميع، والدنيا تتظبط وتبدأ ما شاء الله تتعرض، بتكون زي ما انتم شايفين كده. العربية حالة الصالون فيها ممتازة جدا. العربية زي ما واضح امام حضراتكم كسوة جلد على الكراسي، هنوضح يعني برضو مقاس الدهان في الجنب الشمال. العربية ممتازة جدا، فيها شاشة وكاميرا، طبعا سنتر وباور واثنين ايرباج، هي كاملة مانوال، واربعة ازاز كهرباء ومرايات كهرباء. هنا كده حالة الصالون، كيس مانوال زي ما وضحت لحضراتكم، ماشي على عداد 141,000 كيلو. هنوضح ده برضو زي ما احنا كده شايفين 141,000 كيلو. العربية مرور الأمرية، فيها رخصة سنة ونص وفيها توكيل واحد، والسعر هو صاحبها بيتكلم لحد 148,000 جنيه. رقم الموبايل 010